كلام الله الذي خلق الجنة والنار يقول المشرك ما يدخل. قال سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا الكافر ليس له ثواب. يقول سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمشرك لا يقبل منه شيء أبدا إطلاقا. يقول لي مرة الشيخ سعيد بن حمد الحارثي رحمه الله يقول كنا مرة جالسين في مؤتمر في دولة من الدول وكان عالم من علماء الإسلام بجانبه قسيس نصراني. فيقول القسيس النصراني يقول للشيخ المسلم يقول لما تدخل الجنة إن شاء الله عزمني عاد أني أكون معك أزورك هناك وكذا في الجنة. فقال ذاك الشيخ إن شاء الله إذا الله رزقني إياها ودخلتها إن شاء الله بعزمك. فتبسم الشيخ سعيد رحمه الله من هذا الكلام. فالقسيس يتشوف على الشيخ سعيد ثم يقول للشيخ قال لكن هذا الشيخ كأن ما عجبنا هذا أنك أنت تعزمني وأدخل الجنة معك. أشوفه يضحك يعني ضحك المستسمج لكلامنا. أليس كذلك؟ يسأل الشيخ سعيد. قال الجنة ما بيتي أنا ولا بيتي وبيت أبوه هذا عشان يعزمنا ويعزمك ويعزم الثاني. هذه الجنة بيت وخلق خلقه الله واشترط لدخوله شرطا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فإذا مت أنت كافر ليس لك إلا النار. هذا ليس لنا أن نتدخل فيه. كلام الله الذي خلق الجنة وخلق النار.